مشاهدينا وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف ينضم إلينا من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري. سيادة العميد، بعد التحية، تعليمات إخلاء جديدة لسكان مدينة صور، كيف يتم التعامل مع الوضع وتأثيراته الإنسانية بالتأكيد والاقتصادية في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها لبنان؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. عمليا نحن أمام عدو لا يحترم لا مدنيين ولا مناصب ولا مباني ولا مؤسسات. يعني هو يعلن أنه سوف يقوم بتهديم منطقة كاملة أو مبنى بحجة أن هناك مقاومين أو حزب الله في المكان. ولكن اليوم لبنان يعاني هذا الموضوع منذ حوالي 22 يوم، والتهجير مستمر. لا أقل من 1,400,000 من العائلات اللبنانية تحتضن هؤلاء في أماكن أخرى من لبنان. حاليا ما زالت المدارس ومراكز الإيواء هي من تهتم بهؤلاء، ولكن عندما أعتقد أن قادمون على مرحلة من الشتاء، فصل الشتاء، وهناك مشاكل كبرى سيعانيها لبنان من جراء هذا التهجير والنزوح القوي. هل تتوقع سيادة العميد أن يغير نتنياهو حساباته وأيضا يستمر على صعيد الجبهة الشمالية المواجهة الخاصة بحزب الله بالتأكيد؟ نعم، سؤال مهم جدا. بالتالي اليوم المستوى العسكري بعد أن لاقى من صمود المقاومة وإحداث الخسائر الكبرى في جنوده يوميا، يعني خلال 48 ساعة 88 جريح غير القتلى، هذا ما اعترف به. يعني اليوم طبعا و 340 جريح ما زالوا في المستشفيات بعد الدخول الإسرائيلي على تخوم الحدود اللبنانية. يعني كان طلعت صرخة العسكر، ولكن نحن أمام حكومة يمينية مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طالما أنها مدعومة، ما زالت مدعومة، وما زال الرئيس بايدن الذي قال لن نبقي إسرائيل تحت التهديد مستقبلا، أعتقد أن يعني بظرف الانتخابات الأمريكية حاليا يستفيد نتنياهو من الصوت اليهودي المؤثر في هذه الانتخابات، ويستفيد من الدعم الأمريكي اللامحدود. لذلك هو لا يرد على العسكر ولا يرد على الدبلوماسية. أعتقد أن أمامه فرصة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يستلم الرئيس الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن أمام شهرين أو ثلاثة أشهر صعبين جدا، ونتنياهو لن يتراجع. ماذا عن تنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، خاصة أن إسبانيا انضمت في يعني صوتها إلى لبنان لتنفيذه وإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي والتراب اللبناني؟ نعم، يعني إسبانيا دورها جيد جدا، وهي وقفت مع العرب في قضيتهم الأساسية ليس جديدا. يعني وال1701 هو ليس من إنتاج لبنان أو من إنتاج الجامعة العربية، هو من إنتاج مجلس الأمن الدولي، وهو قرار هام جدا يعيد السيادة إلى كامل الدولة اللبنانية، ليس فقط بمنع وجود سلاح خارج الدولة، ولكن أحد أهم بنوده هذا القرار هو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وخروج كل الجيوش الأجنبية من لبنان. ماذا يعني خروج الدول الأجنبية؟ يعني أن الخروج إلى الحدود الدولية وليس إلى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة هو خط انسحاب فقط. حتى بالوثيقة الأساسية خط الأزرق هو خط انسحاب. حدودنا الدولية هي اتفاقية الهدنة عام 1949، هي حدود لبنان وفلسطين، هي وقع عليها العدو الإسرائيلي ضابط من قبل إسرائيل وضابط لبناني بحضور الأمم المتحدة. الانسحاب إلى هذه الحدود يعني يعيد لنا الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. هذا ما تهرب منه إسرائيل وكل الدول الداعمة لإسرائيل بتطبيق الـ 1701. لبنان مع تطبيق الـ 1701 كاملا، وبالتالي يجب خروج العدو الإسرائيلي من أراضينا. عندها لا لزوم لا للمقاومة ولا حتى لقرار أو حتى لقوات طوارئ دولية على أرضنا.
ماذا تتوقع سيادة العميد بعد تصاعد وتيرة الرشقات الصاروخية التي تطلق يوميا من لبنان باتجاه إسرائيل؟ هل لذلك ممكن أن يكون له تأثير على الشارع الإسرائيلي مع مخاوفه اليومية من هذه الرشقات؟ الشارع الإسرائيلي استطاع نتنياهو يعني حد الشارع الإسرائيلي بأن حربنا هي حرب وجود، يعني إذا لم نكن نذهب بهذه الحرب إلى الأمام سوف يعني هناك تهديد لوجود إسرائيل. الشارع الإسرائيلي لن يتأثر، ولكن من تأثر هو القوى المسلحة، الجيش بكل قواه. اليوم عندما يقصد ويستهدف حزب الله مراكز عسكرية لصناعة الأسلحة ويحدث بها ضررا، هذا يعيق كثيرا من القدرات العسكرية الإسرائيلية. لذلك سمعنا صرخة العسكر باتجاه نتنياهو بأننا لا نستطيع البقاء أكثر من أسبوع أو أسبوعين في لبنان. صحيح أنه لم يقلها بهذه الطريقة، ولكن تفهم منها ليبي بأن عندما يقول قتلنا قادة حزب الله لذلك يجب أن نخرج خلال أسبوع أو أسبوعين، غير صحيح. يجب أن يخرج لأن لديه خسائر يومية ولا يستطيع تحمل ردة الفعل لدى هروب العسكر ولدى عدم حضور العسكر إلى الجبهات. لذلك هذا يعني ما يمكن أن يؤثر، وليس الرأي العام الإسرائيلي. من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.